بسم الله الرحمن الرحيم. إبراهيم محمد حمزي نازح من قلعة مضيق إلى المناطق الشمالية في أطمي. اليوم من فضل الله سلمنا خيام ومع سلال منظفات وبعض الأمور الأساس للخيام. قطاع التعليم كما في عنا نقص قطاع التعليم، أطفالنا هاي السنة ما تعلموا بسبب كثافة النزوع والمدارس ضيقة كثير، يعني هاي السنة ما تعلموا، وأكثر شيء عم نعاني من الصرف الصحي أكثر شيء. Let's go.